متسابقا شوف تي في مرحبا بكم انا في هذا البث المباشر مباشره من تطوان مع معتكف. اهلا وسهلا ومرحبا. شنو رايكم في القرار تمديد فتره العمل اجراءات الاحترازيه لاسبوعين اضافيه ابتداء من يوم غد؟ غدا ان شاء الله يتم تمديد فتره العمل اجراءات الاحترازيه لمده اسبوعين، يعني ممكن نهضروا على ابتداء من غد 30 اسبوعين 14 يوم، هي تنكونوا في الثالث او في الثاني ايام رمضان. اذا متابعينا طبعا تم تمديد فتره العمل الاجراءات الاحترازيه، واش كنتوا كتنتظروا ان اليوم الحكومه تمدد الفترات العمل اجراءات الاحترازيه لمده جوج الاسابيع اللي ان شاء الله ابتداء من اليوم من غد ابتداء من غد ان شاء الله الثلاثاء مده ديال اسبوعين كنكونوا في اليوم الثاني او الثالث ديال شهر رمضان الابرك. وبالمناسبه انه تم توقيف الحركه ديال الطيران بين فرنسا واسبانيا، طبعا هذا القرار اللي صدرته السلطات المختصه بسبب ظهور السلاله الثالثه للاسف. طبعا الكل كان كينتظر اليوم الحكومه شنو غتعمل، ولكن للاسف كذلك ان جوج الاسابيع كما قلت كنكونوا دخلنا في اليوم الثاني او الثالث من شهر رمضان حسب ثبوت رؤيه الهلال. اذا تمديد فترات العمل اجراءات الاحترازيه لاسبوعين اضافيين ابتداء من يوم غدا الثلاثاء، شنو رايكم في هذه القضيه بسبب الكوفيد تعليق الرحلات الجويه مؤقتا بين فرنسا واسبانيا؟ قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا، ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وسلسلته المتحورة أنما بعد أو ما يعرف بالنسخة البريطانية، يعني هذه السلالة المتحورة الثالثة للنسخة البريطانية. وبشمل قرار تعليق الرحلات الجوية جميع شركات الطيران التجارية وتدخل حيز التنفيذ بداء من يوم غد الثلاثاء 30 مارس. كانت السلطات المغربية قد علقت الرحلات الجوية مع 37 دولة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتجها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا والسلسلة طبعا المتحورة الجديدة للأسف. طبعا الكل كان كينتظر اليوم شنو تاخذ الحكومة، شنو القرار اللي تاخذ عفوا الحكومة، لكن للأسف تم تمديد العمل الإجراءات الاحترازية لمدة جوج ديال الأسابيع. ملي كنهضروا جوج الأسابيع ابتداء من غدا الثلاثاء 30 مارس، ورمضان إن شاء الله من المنتظر أنه يكون 12 أو 13. وبالمناسبة أنه تم إلغاء الساعة الإضافية يوم 11 أبريل العودة لتوقيت الجرينتش. إذا ظهور السلالة الثالثة، السلالة البريطانية الخطيرة واللي سريعة الانتشار، هذه السلالة هذه سريعة الانتشار. نتمنوا ان شاء الله رجع الحياة الطبيعية. طبعا سي علي كيقول نصبروا اخويا، اكيد اللهم نصبروا شهر، نطلبوا الله انه في هذا الشهر ديال رمضان الدعوة ديالكم وشهر الغفران والرحمن والعبادة انه ترجع الحياة الطبيعية ما بعد شهر رمضان، باش يمكن تنتعش الحركة الاقتصادية والسياحية. التخوفات الآن كلها كتصب في هذا المشكل، خاصة بعد ما علقت مجموعة ديال الدول الرحلات ديالها من وإلى كذلك، ورجعت للحجر الصحي الشامل. مجموعة من المدن المغربية اليوم رجعوا للحجر الصحي الشامل بعد تسجيل وظهور السلالة المتحورة الثالثة. إذا دائما متابعينا، شنو رأيكم في تمديد العمل اجراءات الاحترازيه لمده اسبوعين؟ ملي كنهضروا على اسبوعين ابتداء من غد الثلاثاء، يعني تنهضروا على ثاني ايام رمضان او ثالث ايام رمضان الابرك. الله يحد الباس يقول ادريس، الله يرفع علينا هذا الوباء امين رب العالمين. طبعا لان الحاله الوبائيه بصراحه الان كنطلقوا نقص الخطر بعد السلاله الثالثه. لماذا؟ لان عدد كبير ديال المواطنين سواء في ربع المملكة، ما كنهضروش غير الآن من تطوان، في ربع المملكة ما بقاوش كي يستعملوا الكمامات ومسافة الأمان والتباعد، لأن هذه السلالة الثالثة خطيرة وسريعة الانتشار.
بما انها خطيره وسريعه الانتشار طبعا تتشكل واحد الخطر محدق على الساكنه. اذا نتمنوا ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، هذا هو الاهم، لان طبعا هذا الشيء تاسف وخطير وخطير بزاف، ولكن بغينا بالفعل الناس تاخذ الامور بجديه وروح المسؤوليه. بغينا الدعوات ديالكم، بغينا نتغلبوا على الجائحه، بغينا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، هذا هو الاهم. ولكن للاسف مع ظهور هذه السلاله الثالثه، انتم كتلاحظوا شنو اللي وقع في مجموعه من الدول الاوروبيه، وحنا الان في المغرب تسجلوا عدد كبير من هذه الحالات. نتمنوا الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنوا ترجع المياه المجاريه في القريب العاجل ان شاء الله، هذا هو الاهم. جوله ودردشه مع الحباب، شنو رايكم في القرار اللي اتخذته حكومه العثماني هذا اليوم في الفتره؟ شنو رايكم في قرار تمديد فتره العمل الاجراءات الاحترازيه لاسبوعين اضافيين ابتداء من يوم غد ان شاء الله، طبعا ابتداء من غد الثلاثاء 30 مارس، وكذلك منع الرحلات الجويه فرنسا واسبانيا من والى. طبعا الكورونا او الكوفيد 19 تسبب في تعليق الرحلات الجويه مؤقتا مع فرنسا واسبانيا. ونذكركم قررت السلطات المغربيه تعليق الرحلات الجويه من والى فرنسا واسبانيا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا طبعا مع السلاله المتحوره او ما يعرف بالنسخه البريطانيه. للاسف يشمل قرار تعليق الرحلات الجويه جميع شركات الطيران التجاريه تدخل حيث تنفيذ من يوم غد الثلاثاء 30 مارس. كانت السلطات المغربيه قد علقت الرحلات الجويه مع 37 دوله في اطار الاجراءات الاحترازيه التي تنتجها المملكه لحد انتشار فيروس كورونا ومن اجل السلاله المتحوره اللي انتشرت بشكل كبير وكبير بزاف. طبعا بغينا نتعش الحركه السياحيه والاقتصاديه، لكن للاسف كاين غدا شي طائره، قيل انه غدا تكون كاين شي طائره من اسبانيا اعتقد مراكان طنجة، لكن مبلغ خيالي وخيالي بزاف 3500 درهم على الالي. طبعا هادشي تاسف، وهنا ما بغيناش يسقطوا المواطنين في الفخ او في الفخ ديال هذا ارتفاع الفاتوره الثمن ديال الورقه ديال الطائره. اذا دائما متابعينا، طبعا كاين تخوفات الان على الكبير ديال المغاربه اللي كانوا باغيين يجيو المغرب يدوزوا شهر رمضان الابراك، اضافه انه سيمانا سانتا، يعني كان عدد كبير ديال الاسبان اللي كانوا باغيين يزوروا المغرب، وهذا الشيء طبعا خلق ازمه ماديه ونفسيه جديده كذلك، كتنضاف المعاناه ديال مجموعه ديال المواطنين سواء الجاليه المغربيه او الاجانب كذلك اللي كانوا كيفكروا انهم يجيو المغرب، وهذا كان غادي ينتعش يحرك العجله الاقتصاديه والسياحيه، ولكن للاسف على اثر ذلك كتبقى مصلحه الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، لان كل ما تم تزيير ديال هاد الامور الا خصنا نوصلوا للنتيجه الايجابيه. طبعا الان حتى المواطن العادي يوصل لواحد القناعه يقول لك فرضا اذا كان رمضان غيخلق مشكل، يعني فيما يخص اكتظاظ طبعا الليل، لان الناس متعطشه بحكم ان السنه الماضيه للاسف رمضان ديال السنه الماضيه ما كانوش المساجد مفتوحه، ما كانش الناس كتخرج بالليل يعني تضيف ولا ترتاح وتستمتع بالاجواء الربيعيه. اذا هنا الناس كتسائل كتقول طلبوا الله ان يدوز هذا رمضان ولكن ترجع الحياه الطبيعيه بعد رمضان. حنا شنو هي الضمانات او السؤال، لان هذا ظهور هذه السلاله المتحوره البريطانيه او النسخه البريطانيه طبعا كتشكل واحد الخطر. اخوان تيقولوا الصوت، واش كاين الصوت؟ لان انا مأكد كاين الصوت، ولكن كنشوف بعض التعليقات كيقولوا الصوت ضعيف. مصطفى يقول الصوت ضعيف، ما عرفتش الصوت ضعيف، الصوت هو هذاك. اخوان اكدوا لنا واش الصوت ضعيف ولا لا. مصطفى الشيخي كيقول الصوت ضعيف، شي اخ اخر شي اخت قالت الصوت ضعيف، ربما بغينا نتاكدوا، ولكن على العموم غادي نشوفوا
نشوفو حتى حنا نتاكدو واش الصوت ضعيف ام لا، واش مشكل من عندنا او من عندكم. هذا هو السؤال، عادي نشوفو، عادي نتاكدو واش الصوت من عندنا او لا من عندكم. نتاكدو على المشكل ديال الصوت. شوفوا اكدوا لنا واش كاين الصوت، اكدوا لنا اذا اعتقد الصوت كاين. واش كاين ولا ضعيف؟ بغينا نتاكدوا واش الصوت واش كاين ولا ضعيف. اذا دائما متابعينا احنا معكم في الجوله الليليه عبر الشوارع الحمراء والبيضاء، هذه الاجواء ديال تطوان. سلام، الصوت ضعيف، الصوت ضعيف، عرفت شي مشكل؟ هذا ماشي من عندي اعتقد. على العموم غادي نحاول نشوف هذا المشكل ديال الصوت دابا الان باش نتاكدوا واش الصوت مزيان ولا لا. نحاولوا نشوفوا المشكل ديال الصوت، نحلوه حالا، نحاولوا نفكوا المشكل ديال الصوت. صوت ناقص شويه. اذا نتمنوا يكون الصوت مزيان الان. تاكدوا لنا الاخوان واش الصوت مزيان الان ولا لا. تاكدوا لنا واش الصوت مزيان الان، واش الصوت مزيان، الصوت مزيان الان احسن من قبيله. غادي نشوفو، مشى الصوت، مشكلة هادي اخوان. واش كاين الصوت؟ واش كاين الصوت؟ باش نتأكدو واش الصوت مزيان ولا لا. الصوت مزيان، الصوت مزيان دابا. اوكي، إذا متابعي قناة شوف تيفي، حنا مازال معكم في هذه الجولة الليلية عبر الشوارع الحمراء والبيضاء. هذه الأجواء أنتم كتلاحظوا، دنيا خاوية. طبعا السكنة ديال تطوان مشكورة على التزاماتها بالاجراءات الاحترازيه اللي عندنا، والليل وانخفاض درجه الحراره والبرد ورداءه احوال الطقس اللي عرفتها تطوان اليوم مجموعه ديال المناطق مزيان الحمد لله انه الصوت مزيان الان. اذا بغينا ارائكم وتعليقاتكم الحمد لله على ويب سي طفاش شيخي مزيان، الصوت مزيان دابا. سناء مرحبا، مزيان، اوكي الصوت موجود مزيان. إذن دائما متابعينا احنا معكم في هذه الجولة، تحية على رجال الأمن اللي سهران اللي خدامين بالليل وبالنهار. أنتم كتلاحظوا كل المدارات رغم رداءة أحوال الطقس والبرد القارس اللي كتعرفوا تطوان في هذا الأثناء. احنا في مدارات الرمانة، طبعا الكل كان كينتظر أن الحكومة شنو غتعمل، شنو واش غيتم تمديد فترة العمل إجراءات الاحترازية أم لا، شنو رمضان طبعا حتى الأسبوع الأخير. إجراءات الاحترازية اللي عاد بخفف ما يخص شهر رمضان يتم تأكيدها في الأسبوع قبل رمضان، يعني 7 أيام قبل رمضان الأسبوع المقبل إن شاء الله. غادي يبان شنو غيكون، واش غادي يكون إجراءات الاحترازية صارمة خصوص شهر رمضان أم ماذا. طبعا ما نسبقوش الأحداث، غادي ننتظروا القرار النهائي اللي غيكون صارم خصوص شهر رمضان الأبرك. هذه الأجواء ديال تطوان، تحية لكل متابعين أوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش داير الأجواء في المدن ديالكم وفي الدواوير وفي القرى ديالكم، وشنو رأيكم في الانتشار هذه السلالة البريطانية أو النسخة البريطانية للأسف اللي انتشرت بشكل كبير بزاف. ما بغيناش نرجعوا للحجر الصحي الشامل لما لاش كافيه، ولكن شاءت الاقدار كذلك، لان ظهور هذه السلاله البريطانيه اللي ارتفعت بشكل كبير في الايام الاخيره صعيب. سناء كتقول واش 8 ندخلوا المغرب، كتظن في 8 الارب بعد نقص ساعة ترجع 7 الارب. إذا كانت الإجراءات الاحترازية ديال رمضان ما عرفش من توقيت عام اللي هو 6 ولا 6:30، فوق المغرب كتبدا في 7 الارب.
إذا المغرب قدم سبعة العرب طبعا الأجواء الرمضانية الكل سيكون حول مائدة الإفطار. نتمنى وإن شاء الله ترجع الحياة الطبيعية، ولكن إذا كتب علينا كذلك هذا رمضان، إذا كتب هذا رمضان ندوزوه في المنزل، نطلب الله نرجع الحياة الطبيعية، ولكن كما قلت مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. ما يمكنش هادشي اللي تخسر كامل في شهر واحد عاود ممكن يؤثر ويخلق مشكل كبير ونصبحو مشكل خطير وخطير بزاف. إذا دائما الأهم هو الدعوة ديالكم. شكون اللي مع العودة، شكون اللي مع العودة للحجر الصحي في شهر رمضان وتطلق الحياة وترجع الحياة الطبيعية بعد عيد الفطر إن شاء الله. ولا طبعا كاين الناس اللي كتقول لك لا احنا ما عندنا ما نديرو بهذا الحجر الصحي، وكاين فئات اخرى اللي كتقول لك لا اذا كانت الامور تخرج ما تبقاش تحت السيطره الحجر الصحي هو الحل، احنا مع العوده للحجر الصحي. اذا من حي من طابولة الليل مدارة شفشاون او النفق تحت الأرض ديال مدارة شفشاون في اتجاه مدارة الصومال أو حي النسيم المعروف بالصومال، أجواء ليلية في تطوان الحمر البيضاء أنتم كتلاحظوا الدنيا خاوية 15 درجة كاين البرد. دريس مع العودة لحجر الصحي. لا طبعا هو اذا هضرنا بالعقل وماشي بالعاطفه، لان العاطفه شيء والعقل شيء اخر. اذا هضرنا بالعقل خصو يبقى الحجر الصحي باش نتغلبوا على الجائحه ونمتصوا الغضب والمشكل اللي ترتب على هذا الكوفيد. اذا هضرنا بالعاطفه نقول والله احسن العوال عواشر الناس كتحرك العجله باش يمكن وليداتها وكذا. التخوفات هو يتفتح شهر رمضان وحنا طبعا المغاربه ما كنسمعوش، تكون واضحين ما يلتزموش يمتثلوا بواحد السرعه. قلنا هاد الناس اذا بقى موقع صافي خصكم تدخلوا بحالكم، لا وحنا عام وحنا مزيرين ما تخلوناش نفوجوا واش نترفقوا واش نموتوا واش نديروا واش نصنعوا. اذا هادشي كامل خصنا ناخذوا بعين الاعتبار، حيت كاين مجموعه عدد كبير ديال الفئات اللي كيمشيو في هاد الطرح هذا، وهذا اكبر خطا. حتى هذاك البوليسي وديك القايد وديك المسؤول الامني ولا كذا راه حتى هو طلع له هادشي في الراس وعيا ومسؤوليه. بعض القرارات خصها تنفذ الدور ديال السلطات المحليه والامنيه كتنفذ القرارات الحكوميه. اذا هنا راه الله يحسن العون كل واحد، ولكن حنا تنقولوا ما بغيناش ترجع اعداد الاصابات المصابين عفوا والوفيات في الجمله. الحجر الصحي ماشي هو الحل. شنو هو الحل مثلا؟ الحجر الصحي ماشي هو الحل، لان السؤال المطروح واش عندنا حنا مواطن اللي عادي يمتثل ويسمع الهضره حنا لا كيكذبوا علينا من كورونا الهضره خاويه الشيء كامل راه داكشي اللي كيتقال في الزنقه كلام ديال الشارع فقط. كورونا كاينه، كورونا تقتل، الاحصائيات راه هي اللي كتفرض راسها بالحاح وتقارير ديال وزاره الصحه. اذا خص الانسان يوعى بالمسؤوليه ويعرف شنو الحقوق والواجبات. الله يدير يديرها صحه والعالم ماشي نديرو طبعا الاراء كتختلف هنا. واش عندنا طبعا كاين. اذا متابعينا احنا مازال معكم في الجوله الليليه عبر الشوارع الحمر البيضاء ديال الاجواء ديال تطوان مدارة او النفق تحت الارض ديال مدارة شفشاون في اتجاه مدارة الحمر البيضاء مرورا مدارة الرمانه.
نتمنى إن شاء الله في القريب العاجل ترجع المياه لمجاريها، هذا هو الأهم. وبغينا مشكلة حاجة صحي أميرة، لا الآن باقي ما كاينش حاجة صحي الشامل، كاين تمديد فترة العمل والإجراءات الاحترازية اللي كانت، القرار ديال شهر رمضان سيكون باقي أسبوع إن شاء الله، يعني دابا أسبوع وغادي تعطى القرار شنو المعمول في الموضوع ديال رمضان. إذا نتمناو ترجع المياه لمجاريها وترجع الحياة الطبيعية، لأن الكل كيتسنى، الكل كينتظر. طبعا الناس متعطشة كما قلت التراويح، صلاة ديال التراويح، ولكن حنا كنلاحظوا بصراحة كما كتلاحظوا نتوما كاملين ديك مسافة الأمن والتباعد اللي اختص به وزارة الصحة في المساجد ما بقاش، في الجنائز ما كاين جنازة حدث ولا حرج، أي مدينة ماشي عتيق تبارك الله على المغرب كامل، الجنازة تبارك الله اللي كانت بالآلاف هنا في تطوان ديال الشباب، جوج ديال الشباب اللي بقاو مصرع ديالهم اصطدام قوي بين دراجة نارية والشاحنة في إقليم تطوان في المنطقة القروية أمس، جنازة اللي كانت تقريبا واحد أكثر من 3000 أعتقد شاب وشابة، فئات عمرية مختلفة، نساء رجال أطفال، الكل كان حاضر في هذه الجنازة ديال هاد الشباب في مدينة تطوان بحي عيساو. إذا نتمنى الدعوات ديالكم، نتمنى ترجع المياه لمجاريها، نتمنى الناس تأخذ الأمور بجدية وبروح المسؤولية، لأن في الحقيقة الكل كينتظر العودة للحياة الطبيعية، ولكن باش ترجع للحياة الطبيعية راه بك أنت أخي وأنت أختي اللي معنا في هذا البث المباشر، باش يمكن لها ترجع للحياة الطبيعية راه خص الكل ينخرط في هذا الموضوع باش ترجع الحياة الطبيعية. سليمان الله يبارك فيك، شكرا لك وشكرا لكل المتابعين الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. طبعا كاين للأسف تضمر ديال الجالية المغربية كما قلت لك كانوا كيستعدوا أنهم يجيو، وكاين الناس اللي كانت خصها السفر، ولكن للأسف شاءت الأقدار كذلك أنه يتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا إسبانيا بسبب تزايد العدد ديال هذه السلالة التاليتاس أو المصطلح عليها السلالة البريطانية. نطلب الله ترجع الحياة الطبيعية، هذا هو الأهم في القريب العاجل، ونتمنوا نتا المواطن أنه يعاود يتحمل مسؤوليته، المواطن يتحمل واحد النوع ديال المسؤولية، لأن الكل كل مسؤول في الحقيقة في هاد ما يقع. كتمشي لبعض الفضاءات كتلقاها ملوءة عن آخر يا مكيلة تباعد لمسافة الأمن لا والو، والأغلبية ديال الناس ما عندهمش ديك الحس ديال المسؤولية. طبعا كاين اللي عارف شنو واقع وشنو اللي كاين، وكاين اللي باقي ديك كاين اللي زعما ديك الكلام راديو الزنقة عاد تيدو خونا ما عارف شنو، ما كاين لا هادي ولا هادي، راه كورونا كاينة، الضحايا ديال كورونا، الوفيات كاين، المصابين كاين، إذا كورونا كاينة ودي راه عام، وحنا على هاد الحالة مبغيناش يعني نعيشوا نفس الفترة اللي عشناها السنة الماضية. إذا دائما متابعين الدعوة ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنى ترجع المياه لمجاريها، الصحي الشامل هو الحل. من مدارة الحمام البيضاء شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، أمين نلقاكم بخير في مباشر آخر غدا صباحا إن شاء الله الثلاثاء 30 مارس الجاري. نذكركم أنه تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى إسبانيا وفرنسا بسبب ارتفاع عدد ديال المصابين للسلالة المتحورة الثالثة. إذا من بالوما بلانكا
من الحانة البيضاء. انتم كتلاحظوا الاجواء الليلية، كل الكل مشى بحالته ينعس، ونتمنوا انتم ترتاحوا ونصطفكم غدا ان شاء الله صباحا ثلاثاء 30 مارس الجاري بصحة جيدة. شكرا لكم متابعينا، كان معكم معتكف كالعادة، كنعتذر على أداء الصوت الأحبال الصوتية، ونتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لكل المرضى وكل المصابين، وكنترحموا كذلك على الضحايا الكوفيد، الله يرحمهم الله يصبر الأهل ديالهم. شكرا لكم، نهاركم مبارك، تصبحوا على خير، إلى اللقاء.